وصلنا ليه يا جدع الحق؟ الدكتور خدها يا عيني ملحقش يكمل. هو كده واتخطا. انا معترف يا سياده بايز بكل التهم دي، وباي تهم تانيه تحبوها انا معترف بيها. انا معترف بكله وكله على كله، ولما تشوفه قول. الفنان الراحل حسن عبدين واحد من اهم الفنانين في تاريخ مصر، وليه افلام ومسرحيات كتير لسه بنتفرج عليها بنفس الحماس كاننا بنشوفها لاول مره. بس اللي الجمهور ما يعرفوش انه اتحكم عليه بالاعدام في اسرائيل، بس الحكم ما اتنفذش. تعالوا نعرف ايه اللي حصل بالظبط في الفيديو ده. حسن عبدين لما كان عنده 17 سنه انضم لمجموعه الفدائيين المصريين في بيت لحم في فلسطين علشان يحارب اليهود سنه 1948، وحكمت عليه دوله الاحتلال بالاعدام بعد لما قدموه للمحاكمه العسكريه بتهمه التظاهر، بس ما تنفذش الحكم ده ورجع للقاهره، ومنها رجع لبني سويف. بعدها تعين موظف في قسم التحصيل في محكمه بني سويف، وانضم للمسرح العسكري سنه 1954 بعد ما استقال من وظيفته وسافر للقاهره. ولما سافر للقاهره انضم لمسرح الدوله في اوائل السبعينات وفضل فيه 15 سنه، واستقال بعد ما وصل لدرجة فنان قدير. وبدأت نجوميته تزيد لما اشتغل في التلفزيون، وتحديدا بعد عرض مسلسل فرصة العمر. اعترف الفنان حسن عبدين خلال حواره الصحفي لمجلة سنة 1988 انه ما كانش قادر ياخد قرار الاعتزال، وافتكر الحديث النبوي اللي بيقول استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، ولقي ان الحلال والحرام بيكون على نوع الحاجة اللي بيقدمها، وكان شايف انه بيقدم فن هادف للجمهور، وعلشان كده طلب إنشاء شركات إسلامية هي اللي تنتج الأفلام السينمائية. وقال حسن عبدين إن شركات الإنتاج الإسلامية هي اللي هتكون رقيب على الفن الهادف والطريقة الصحيحة اللي هتختار بيها الأفلام اللي هترجعنا للقيم والأخلاق في المجتمع، وقال إنه مش هيختار غير الأعمال المهمة وهيبعد عن أي عمل فني هابط لأنه بيعيش جوه الشخصية اللي بيقدمها في أفلامه. وشارك حسن عبدين في حملة إعلانات ضخمة لمشروب شويبس اللي كان جديد في وقتها، والحملة دي نجحت جدا وانتشرت بشكل مرعب، وقال انه شارك فيها لان ده كان واجب وطني بناء على اتفاق بينه وبين المهندس عثمان احمد عثمان وطارق نور. انني اشتاق الى هذا المشروب الذي يحتوي على السر. اشربي يا مارجريت واروي عطشك وخبريني عما تشعرين به. وفي يوم سافر يعمل عمره مع محمد نجم بعد تقديمهم مسرحيه عش المجانين، وشافوه الحرس عند قبر الرسول وقالوا له ابعد من هنا انت ممثل، فقعد يبكي بحرقه وقرر يعتزل الفن نهائيا، وحبس نفسه في بيته وما بيخرجش غير للصلاه بس، لحد ما نصحه صديق عمره الفنان ابراهيم الشامي انه يروح للشيخ الشعراوي علشان يفتيه في موضوع اعتزاله، وفعلا راح له واندهش لما قال له انت حبيبي وانا بتفرج عليك، ونصحه انه يقدم فن هادف.